استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في ديوان أسرة الصباح الكرام بقصر بيان صباح اليوم معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بجمهورية كازاخستان الصديقة مراد نورتليو والوفد المرافق لمعاليه، حيث قام بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه. كما قدم معالي التعازي إلى معالي كبار الشيوخ وسمو الشيخ ناصر لمحمد الأحمد الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وأسرة سمو أمير البلاد الراحل طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه وعددا من الشيوخ الكرام.